اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية مع معالي السيد بيترو سيارتو وزير الخارجية والتجارة بجمهورية هنغاريا. وتم خلال الاجتماع تأكيد على متانة العلاقات الثنائية التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية هنغاريا والتطور المتنامي في هذه العلاقات على كافة الأصعدة، مستعرضين سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك خدمة للمصالح المشتركة بالإضافة إلى القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.